then have a suitable form. Small numbers. هلا disadvantages الرئيسية تبعتهم عادة السايز، يعني عادة باخذ مساحة، باخذ حجم، خصوصا السيستمز الكبيرة المعقدة especially relatively high cost. يعني إذا بقارنه بالأردوينو والمايكرو بروسيسور الكوست تبعته معاً relatively high. هلا من الأدفانتجز كمان تبعته بسرعة بقدر أعمل له ديفلوبمنت، يعني بقدر أبرمجه بسرعة وأعمل له كونفجريشن بسرعة. إذا هون أحد الأدفانتجز، خلينا نكمل هاي الأدفانتجز هون. Fast prototyping and building. بقدر ابني بسرعة واعمل له prototyping، ما باخذ مني وقت طويل. Suitable for small numbers. Relatively high cost. التكلفة تبعته نسبيا تعتبر عالية. خلينا نحكي هون عن industrial buses. Most modern factories employ industrial bus systems to link our network central location او central controller بتحكم بكل هدول السيستمز. نستخدم باص. امثله على الباصز examples، في عندنا شيء اسمه بروفي باص، في شيء اسمه ازي باص، في كمان نوع باص اسمه كان باص. هدول كلهم ستاندرز مختلفه من الباصز. يعني قلتوا هذول بيشبكوا البي ال سيز يعني المصنع كلهم يشبكهم مع بعض، ويشبكهم بشيء كنترول الرئيسي، مش بس كمان مش ممكن يشبك مش بس البي ال سي وبعض السنسرز والترمينالز والاكتشوالرز. طبعا شو استفدت تشبكهم مع بعض؟ بصيروا يتخاطبوا مع بعض، بس الكنترول الرئيسي بده يعرف الستيتس تبع كل المصنع، صار عندي في مكان واحد بقدر اجمع منهم معلومات، بقدر اخذ يعني في فائده هائله اني انا اعمل نتوركينج لكل السيستم بدل ما يكون كل سيستم لحاله. هلا كمان في عندنا شيء اسمه Human Machine Interface HMI. HMI اختصار ل Human Machine Interface. معظم الـ PLC systems الآن ممكن أشتغل معها HMI، والـ HMI ممكن أشتغل معها Interface. شو قصدهم بالـ Interface؟ يعني أنا بقدر أدخل معلومات وأعمل زي الشاشة عن طريق هذا، مثلا LCD Screen Touch Screen. بقدر ادخل معلومات للبي ال سي واخذ ممكن على التاتش سكرين هاي ابرمج مثلا شكل المصنع او شكل الماكينه واعرف السنسر الفلاني بفرجيني وين السنسر الفلاني موجود اللي بدخله او اخذه. اذا هاي اتش ام اي. هلا هذا كان بي يوزد وذ البي ال سي تو انتر داتا فيو ستيتس. اوكي؟ من هذا HMI عباره عن زي تاتش سكرين كبير.